بسم الله الرحمن الرحيم والمستعين السادة الحضور كل باسمه ومقامه أساتذة الأفاضل أسرة الإعلام الطلبة والطالبات الحضور كل مهتمي الثقافة والفن لهذا الوطن العزيز المقدس نلتقي في هذه الصبيحة على وتر الثقافة الأستاذة سليماني سعاد وزير الثقافة شكرا لكل المسؤولين والقائمين على هذا الملتقى منذ مدة ويشرفني لأتحدث عن موقع من كذا موقع تحليلي من منطقة الحضنة التي طبعا كل أرضها حرارة أثار تشهد على أهميتنا في مختلف الفترات التي مضى فيها. بل موضوع مداخلة اليوم سيكون حول موقع هام جدا المعروف محليا بخروب البال والذي يذكر الأطلس الأثري للجزائر والصعيد الاستفزاز ببير البال لوجود بئرين في المنطقة. أهم فترة يعني وجدت الدلائل التي تقول أنه فيه ثقافة ترجع إلى الحضارة القفصية، والحضارة القفصية امتدادها الزمني يروح بين 7,000 و10,000 سنة قبل الميلاد. وجدنا هذه البقايا الأثرية أثناء إنجاز مشروع الطريق الرابط بين قلعة بني حماد وغيلاسة. إذن وجدت دلائل مادية هامة جدا في مقطع من هذا الجزء الخاص بالقلعة. من الدلائل الأخرى التي تشهد على الاستغلال البشري والاستفادة البشرية لهذه البلاد من سكانها الأصليين وليس الوافدين كما يزعمون البعض هي تلك المقابر الميغاليتية. العديد من المقابر الميغاليتية في مختلف جبال المعابد. نذكر على سبيل المثال زيدون الغيل الجر في منطقة نتشعيب. إذا الصرايف كلها مناطق تدل على تواجد بشري مكثف. وهنا أستحضر الدراسة التي قام بها زميلي الأستاذ أميني مصطفى حول المنشآت الجنائزية بمنطقة الحضنة وخصص جانب هام لمنطقة المعابد وتحرر يعني شخصيا اثناء انجاز رسالته. ويليه فيما بعد الفترات الرومانيه والفترات القديمه بصفه عامه ليس بالتحديد فتره معينه مختلف الفترات القديمه حتى عشيه الفتح الاسلامي. هذه المواقع التي سنتحدث عنها هي حسب المؤرخ الاطلس الاثري بالذات هي سبع مواقع مذكورة بأرقام معينة في الأطلس الأثري. أحيانا لا يذكر المكان يعني تسمية المكان يشير فقط يشير يقول بالقرب من بير الباي. آثار رومانية غير هامة من رومان من دون أهمية يشير في بعض الأحيان يقول آثار مبعثرة من دون أهمية. لكن في الواقع أثناء تحاليلنا للمنطقة لاحظنا أن هذه الآثار
وليست بالآثار غير حالة. لماذا؟ لأنها آثار تدل على السكان الأصليين في الفترة القديمة أثناء التواجد الروماني على بعد 15 كيلومتر مضوازي في الاتجاه المباشر من زادة. نجد هذه يعني أحد أهم هذه المواقع اللي هو المعروف عند السكان المحليين بخروب الليل أو منطقة الشنا كما يسميه البعض. إذا هنا في هذه الإشارات التي تذكرها خريطة الأطلس الأثري لزادة بعد عن قلعة بن محمد تحمل 92 في خريطة 2020 عندنا رقم 93 94 95 اللي يقول مثلا اف امبورطون تاغوش دو لوا دافيد بيير تايي سي تي نوت اللي قالها هذا اللي كتبها ميليتال مستدعى نوت دو سيلونس. عندنا في 96 وين رومان بيير دو تاي ولا بيير تايي بري دو بير الباري. عندنا في 97 98 كذلك يقول وين رومان سور ويد الواد سلمان لا بلان دي واد فاسك ايدونتيك اسيل دو خارج الصراط اي انسي دو سويت. ويقول مثلا في الاخير يقول لنا نيميرو 98 كي لابيل توجور هذا الزاد كي لابيل خنق تسلوبي هذا نوت دو سيلونس العسكري اللي كان طاق المنطقه شاف المنطقه يذكر يقول انه كان لقى ان توصف شانتيك او مبنى قديم كان يصل ارتفاعه انذاك حوالي 7 امتار. إذا هذه المعلومات اللي موجودة حول قلعة بني حماد في الفترة القديمة موجودة بعد منطقة معارضة داخل بلدية معارضة تكون من مدخلها إلى غاية جبال التقلص إلى كل حدودها. هذا ما ذكرته الإشارات التي تدل التي موجودة في الأطلس الأثري. هذا ما يمنعش أن فيه اكتشافات أخرى اللي تدل على وجود استيطان بشري محلي للمنطقة. أين لا نجد العمارة التي يعني عرفناها الحجاره المنحوته المصقوله وما شابه ذلك هي نلاحظ ان العمل عمل محلي بحت. لان ابناء المنطقه الذين كانوا قد شيدوا هذه المعالم اثناء التواجد الروماني في المنطقه. اذا يشير بالدليل كما ذكر الجليلي في شريطه اكتشاف لوحه فسيفسائيه لانتصار الفتريت عندها علاقه بالديانات القديمه. هذه اللوحه الفسيفسائيه يقول انه اكتشفها على بعد 700 متر جنوب الموقع القلعه ككل. اذا هذا يدل على انه كان فيه اذا فترات طبعا سبقت الفتره الاسلاميه او التواجد الاسلامي. وطبعا هذا يدل على ان المنطقه منطقه استراتيجيه منطقه خصبه كانت مطمع للعدو مثل غيرها من المناطق يعني المنتشره في الحمى بصفه خاصه وفي الجزائر بصفه عامه. اذا هذه خريطه فقط يعني توضح معظم هذه المواقع الموجوده. المواقع المذكورة في الرقم 93 94 95 ونقول انه ديغمين رومان بو امبورتونت. لما بدينا نمشيو منطقة الشمال ندخلوا فقط يعني نبداو ندخلوا الطريق هذيك اللي تدي المعاضي غير الدخلة هذيك واش نلقاو؟ نلقاو على كلتا على جهتي الطريق على اليسار وعلى اليمين نلقاو فضاءات هامة جدا. طبعا في ناس بانين فوق الاثار يعني كانت في هذاك الوقت لما مشيت للمنطقه في 2013 لقينا يعني ناس يغرسوا في الاشجار وبداوا يبحثوا في اساسات من اجل انجاز منازلها فاخرجوا العديد من القطع الفخاريه. اذا لما تحررنا المكان وقمنا بمسح المكان كانت دهشتنا كبيره لاهميه هذا المكان. لما نشوف المسافة اللي تنطلق منها من 93 حتى 95 تقريبا مسافة حوالي 1500 متر على عرض حوالي 500 متر.
إذا نعمل عملية حسابية نبقى أهميتها الموقع. هذا الموقع يحتوي على سور من الحجارة، إذا عبارة عن مدينة كبيرة محصنة. كما قلنا هذا المزاد هو الويل بو امبورتون. لا، هي مدينة هامة بشوارعها بأساساتها، هي لا تظهر للعيان، يعني مش أي واحد يقدر يشوف هذا الموقع بهذه الطريقة، لكن التحري الميداني أثناء تنقلاتنا المتكررة بدأنا نقف على العديد من الأساسات لفضاءات مختلفة من أشكالها، مربعات دائرية، مستطيلات، أحيانا خزانات المياه، بئر المياه، منشآت عديدة ومختلفة، كلها معالم تحتويها مدن هامة. إذا تلاحظوا مثلا هنا عندنا على اليمين صورة لبقايا فضاء مربع جزء من المنزل قد يكون غرفة، عندنا على اليمين في الأعلى عندنا جزء من طريق، وأسفل هذا الطريق فيه قنوات صرف المياه مثل التي نجدها في مدن تلقاء وجبينة في الطرق الرئيسية، نجد في أسفل الطريق يوضع قنوات صرف المياه. عندنا مثلا على اليسار الأسفل عندنا بقايا قوس قد يكون مدخل لمنزل، منزل ما يعني تابع لأحد الملاك. عندنا ها هو الصور اللي قلت لكم في البداية، حدثت لكم عنه في البداية. لاحظوا نوعية الحجارة اللي كانت تستعمل في بناء الصور. إذا هذه الطريقة الخاصة بالسكان المحليين، هذا النوع من الصور موجود كذلك في منطقة قساس بخنشلة، الطريق المؤدي بين باتنا وموجود بين باتنا وخنشلة اللي مؤدي خنشلة، عندنا منطقة أثرية تسمى قساس معروفة بهذه التقنية، إذا هي تقنية محلية بحتة، مدينة محصنة. عندنا بقايا لحجارة أخرى، حجارة منحوتة. هذه الحجارة يعني وضعت صورة في الأسفل باللون الأبيض والأسود لتعطيكم فكرة عن تقنية البناء اللي كانت تستعمل. هذه تستعمل في مثلا في الأحواض، تستعمل في البازيليكا، تستعمل في يعني في العديد من العمارات. هي طريقة لوضع أحواض وجدران مختلفة. طبعا عندنا لاحظوا في الأسفل يعني جزء من عمود وين تدخل فيك يعني الإدارة الثياب بين هذه الأعمدة. عندنا هنا بقايا أساسات، بقايا جدران إلى غير ذلك. عندنا كذلك بئر الذي يسمى بئر الباي، هذا النوع من الآبار الموجود في الفترة القديمة. عندنا مثال موجود هنا في منطقة الجساسية البئر كامل. عندنا هنا في الوسط عندنا بقايا قناة مياه تمتد على حوالي 2 كيلومتر. إذا بقيت فقط أساساتها. عندنا في اليسار بقايا المناط الهيدروليكي أو المغطي الهيدروليكي اللي هو يكون غير نافذ، وهذا يدل على وجود منشآت مائية بالمنطقة. كذلك وجدنا العديد من المنشآت الفلاحية التحويلية، لا سيما معاصر الزيتون، عناصر، وهذا يدل على خصوبة المنطقة ووجود أشجار الزيتون فترات. فنجد كثير من ما يسمى بمضادات الثقل او الكوفروا، اللي عملت لكم صوره باش توضح لكم يعني هذا العنصر واش دوره في المعصره. عندنا اذا هذه يعني بمختلف احجامها وبطريقه صنعها المحليه، اذا هذا يدل على الحضاره المحليه للانسان المعضدي في الفتره القديمه. عندنا كذلك من المنشات التحويليه الفلاحيه عندنا ما يعرف بالمدحنه ذات النمط الغربي، يعني تشبه تلك التي يعني يصدروها في ايطاليا. هذه اللي تحتوي على جزئين وهي تستعمل لطحن الحبوب، اذا يستعمل فيها الحيوانات من اجل اداره هذه الرحلة. اعطيتكم هنا نموذج توضح لكم كيفيه العمل الخاص بهذه المرحله، ويوجد العديد منها. اذا عندنا هنا نقول يوجد العديد سواء في المعاصر او المطاحن، هذا يدل على اننا في اننا في ما يعرف بالشيء الاندستريال، يعني رانا في مجال تصنيع مش فقط الاكتفاء الذاتي. عندنا كذلك وجود الفخار بكثره، وهذا الفخار اللي هو مختلف انواعه. عندنا الفخار الذي يستعمل في الاستوكاج التخزين، نجده في المناطق الفلاحيه بكثره. عندنا الفخار اللي يستعمل في المبنى،
والفخار المستعمل في الحياه اليوميه للمطبخ والطهي وغير ذلك. هاني خلي الاستاذ عندنا كذلك على مد من البصر بين جبلنا قبرص وهذه المنطقه اللي راهي نتحدث عليها اللي معروف في قبرص السلوكي حتى نوجدوه في خريطه تزال قبر السلوكي، لكن ما يذكرش انه فيه قبر السلوكي، ما يذكرش انه فيه قبر او ضريح. يسموه السكان الاصليين او السكان المحليين حاليا يقولوا قبر السلوكي. لما انتقلنا الى المكان هو فيه من يظن انه عباره عن نقول ان بوست افونسي، لانه موجود في مكان مرتفع يراقب به مثلا تحركات العدو او ما شابه ذلك. لكن في الواقع يعني لما تحرينا المكان نستبعد ان يكون هذا المعلم انفور ولا وفقا للهندسه التي جاءت بها، فهو قد يكون في حسب راينا ضريح لاحد يعني زعماء هذه المنطقه، مثلا عندنا ضريح لسويسا، ضريح المدرسه، ضريح الاضرحه في الجدار. اذا الحفليات والترتيبات المستقبليه اكدت او تفندت هذه الفراغات. طبعا اذا البحث متواصل ما زلنا نتحرك في المنطقه، وشكرا على حسن الاستماع.